بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نقدر نستغني عن بك الصلاصية الكهرباء. وما تنساش تصلي على النبي. ويلا مع بعض نشوف الفيديو. بك الصلاصية الكهرباء زي ما انتم شايفينه حضراتكم مكون من جزء الكهرباء بالسلك بتاعه. طيب نفترض ان السلك ده مقطوع زي ده، ايه اللي ممكن اعمله؟ هيشتغل ازاي كهرباء؟ بمنتهى البساطه افك الجزء دوت، والجزئيه ديت بشدها كده او اقصها بالقصافه واركبه تاني كده اشتغل، وهيدي نفس الاداء بتاعه بس من غير كهرباء. ده اول جزئيه. طب لو افترضنا في أسوأ الأحوال إن الجزء اللي ورا ده كمان مقطوع بس البقية موجودة، بقية الحاجات موجودة وده مقطوع، لو سبته بالوضع ده كده هيشفط هوا من هنا، أجيب معجون لحام وأحاول أقفل الجزء ده خالص، أحط معجون لحام هنا لما يتسد وبرضه هيشتغل وهيدي نفس الأداء. ده بالنسبة للشكل دوت اللي أنتوا حضراتكم شايفينه اللي هو بتاع كربراتير الشاهين، ده بيركب للشاهين حضرتك. طيب بالنسبة للشكل ده، ده بتاع البولينيز وبيركب كمان في ال 128، بس ال 128 1300، أعمل إيه؟ نفس الحكاية، بشيل الجزئية ديت وأقص ديت جزء النحاس ده حضراتكم بتاع البيجو، نفس الحكاية برضه بشد ديت وأقص ده، هو نفس الفكر. لا ده هو نفس الفكر، بشد ديت او اقصها واركب ده. طب افترضنا ان انا شغال اوريدي عاده، البك نفسه عاده مش واصل له كهرباء، وارفع رجلي من على البنزين العربيه تبطل، بمنتهى البساطه افك ديت هلاقي هنا سدد، اجيب اي سلك شعر رفيعه وانضف الجزء ده، اعديها هنا كده انضفه بس ما تكونش تخينه عشان ما توسعش المقاس بتاعه، وانضفها كده واركبها تاني. ده بالنسبه لبكات الصوانصيه اللي هي واخده نفس الديزاين دوت. طب نفترض ان البيك ده اصلا كله كده ضاع، ايه اللي ممكن اعمله؟ بالنسبه لده، ده نفس الشكل بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، بيركب ويدي نفس الاداء مفيش اي مشكله، بس المهم ان يكون نفس المقاس، ونفترض ال 40 او ال 45 او ال 50 يكون نفس المقاس، هيركب هيديك نفس الشغل بالظبط، ده او ده او ده زي ما حضراتكم شايفين لكل شكل هنا. يعني ده حضراتكم ده بيركب على اللادة، ده بيركب على ال 32، وده حضراتكم بيركب للبيجو، هو نفس الديزاين ونفس الشكل، وبيركب برضه على 28 دوت. ده بالنسبه حضراتكم لبيك الصرانسيق الكهرباء. في اشكال تانية وفي موديلات تانية ان شاء الله نشوفهم مع بعض في الفيديو الجاي مفصله.